طلعت لهون على مرسي، اشتغلت بمطعم، بعدين يعني بعد فترة كمان تعرفت على جوزي، جبنا الشيخ، كتبنا كتابنا، ضليت يعني عنده تقريبا سنتين ونص. نسبة أكثر من 95% من المستطلع رأيهم اللي هن متزوجات من أتراك لا يعلمنا أنه لا يجوز تعدد الزوجات في تركيا. رحلوا عن ديارهم هارباً من حرب وحصار إلى مخيمات اللجوء وانتظار المساعدات، أملاً في حياة جديدة أكثر حفظاً لحقوقهم. أنا كنت بحلب، بعدين جيت لهون على تركيا، فتت من المعبر. بعدين يعني لما جيت وهي اجت خالته لبابا انه كرمال تقول انه بدها تجوزني وجابت عريس وهيك. المهم جابت لي هذا انه صارت تمدح منه انه منيح وهيك، ماله متزوج انه مطلق مرته وهيك. ايه نحن انه على هذا الاساس رضينا. الاغراء بالمال وتامين حياه كريمه ووعود اخرى كانت مبررا كافيا لسناء، وهو اسم مستعار، لقبول الزواج من تركي على يد مأذون شرعي كزوجة ثانية خارج إطار القانون المحلي الذي يمنع تعدد الزوجات. أول فترة كان ينام بالبيت، بعدين صار ما بقى ينام بالبيت، يجي باليوم ساعتين ثلاثة ويروح. هو ما طلقني، أنا يلي عند شيخ خلع يعني. طلقت سناء في الشهر الخامس من حملها، وبمساعدة معارف زوجها استطاعت أن تضع مولودتها. حكوني بالمشفى ويوم أدقوا له حكوا هن معه، ما بعرف يعني شو حكوا، مو بالتركي وهيك، ما كتير بعرف يعني. عطوني شهادة ولادة باسمي أنا. بدأت معاناة سناء عندما علمت بوجود قوانين تركية تمنع تسجيل المواليد لوالدين تزوجا بعقد غير مسجل في المديريات المدنية، وتحرم المطلقة من الحصول على أي حقوق لها. كرمال التسجيل إنه هو بده يسجلها، بس يعني أنا خايفة يسجلها إنه باسم مرته هديك، يعني أنا مالي على زمته. من بين دول الجوار السوري كان لتركيا النصيب الأكبر من اللاجئين السوريين، 3,572,000 لاجئ سوري وزعوا في عموم مناحي البلاد. الزواج بتركيا بيختلف تماما عن الزواج التقليدي اللي هو نحن بنفكره انه هو الزواج الديني. تركيا بتعامل بالقانون العلماني، يعني بهي الحاله الانسان بحق له زوجه واحده. المحكمه التركيه في حال الانسان قدمنا دعوه، مجرد دعوه عاديه ما بتقبلها، وبتعتبر انه هون في عند علم. بدك نحن مضطرين نسبه جهل الانسان، متى ما قدمنا نسبه جهل الزوجه صار في موضوع ممكن المحكمه التركيه تحاكم هذا الانسان. نحن بالبدايه والنهايه عم نعمل عقد شرعي. العقد الشرعي بيقول لهم هيدا العقد غير معترف به في تركيا. على مدار 8 أشهر تنقلنا بين اسطنبول ومرسين، ووثقنا 8 حالات لسوريات تزوجن من أتراك كزوجات ثانيات. خلال رحلتنا اكتشفنا أن الزواج من إحدى الحالات كان أيضاً خارج إطار السن القانوني الذي يمنع زواج الفتاة قبل إتمامها 16 عاماً. Müvekkilem Suriye'den geliyor Türkiye'ye yerleşme amacıyla, ailesi Suriye'de kalmış. Burada bir beyefendiyle tanışıyor. Beyefendi kendisine evlenmek istediğini söylüyor. Ailesini de bir şekilde ikna edip onların vekaletini alıyor. بحسب المحامية اكتشفت الواقعة وأحيلت للقضاء بعد علم الفتاة بحملها في أحد المشافي التركية. Genelde bu tarz cinsel istismar davalarında, çocuğun cinsel istismar davalarında tarafların şikayetinden çok öncelikle bu işlemlerin adli vakaya dönüşmesi genelde hastaneye gitme sonucunda gerçekleşiyor. Hastaneye gidiyorlar ve çocuğun hamile olduğunu öğrenen doktorlar mesleki yükümlülükleri gereği mahkemeye, savcılığa ihbarda bulunmak zorundalar. مع انتشار الظاهرة بدأت بعض المراكز الحقوقية السورية بتركيا في رصد الوقائع وتسجيل شهادات الضحايا. رافقنا إحدى الباحثات في استبيان حي وثق ما يقرب من 100 حالة.
اغلب السوريات عم بيلجأوا للزواج الثاني ما في شيء بضمن حقهم. فنحن بيهمنا انه نسلط الضوء على شيء انه مشان هن يعرفوا حقهم مشان ما يرتكبوا الخطا. اول شيء ما بطلع لك شيء لا مقدم لا مؤخر لا تجيب الدوله. نسبة أكثر من 95% من المستطلع رأيهم اللي هن متزوجات من أتراك لا يعلمنا أنه لا يجوز تعدد الزوجات في تركيا، لا يعلمنا أنه هن عم يخالفوا القانون التركي، ولا يعلمنا أنه هذا الزواج يعني يترتب عليه آثار وعقوبات فيما لو حركت الدعوة العامة بحقهم يعني كزوج وزوجة. اللي تم رصده الحقيقة في هذا الإطار أنه متوسط الأعمار بتراوح بين 20 سنة إلى 40 سنة. ورغم التحذيرات من خطورة تنامي ظاهرة زواج مواطنين أتراك من نساء سوريات خارج إطار القانون، إلا أن ضعف الحالة المادية وظروف الحاجة بقي طاغيا كسبب لقبول الفتيات كزوجة ثانية. طلعت على كلس، اشتغلت كمان بمكتب سيارات شاي وقهوة، كمان يعني بالأسبوع كنت أشتغل 70 ليرة. كمان ما كانت توفي، كمان بركنا فترة بعدوني عندي هون بمارسين قرايبيني بنات خالي حكوا معي إنه تعي على مارسين الشغل أحسن. وطلعت لهون على مارسين، اشتغلت بمطعم، بعدين يعني بعد فترة كمان تعرفت على جوزي. على يد مأذون سوري عقد قران فاطمة. الأسباب نفسها كانت دافعها حين تزوجت بمواطن تركي سرا كزوجة ثانية. أول سنة كان كتير منيح معي ومع أهلي، يعني بعد سنة يعني بلشت المشاكل. طلبت أمي أجيب ولد، هو بعدين قال لي لا أنا ما عاد بدي ولاد يعني. وجينا لهون عند أمي حكينا مع بعض هيك، قال لي أنا ما بدي ولاد منك، قلت لك أطلقني. ينص قانون العقوبات التركي على حبس محرر عقود الزواج غير المسجلة بالسجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى 6 أشهر. خلال بحثنا حصلنا على 3 من تلك العقود. بهذه الرموز يتحايل الشيوخ على القانون. عم يتم كتب الكتاب الشرعي أو الديني بتركيا من خلال مشايخ بالجوامع التركية. هذا الشيخ قانونا ممنوع يكتب كتاب، وبيكتب دائما الكتاب عم يكون عم يمزق له بأحرف، يعني بيكتب الشيخ ميم بيكمل الكلمة. هذا الشيخ قانونا في حال انكمش هو عم يتعدى وظيفته وعم ياخذ دور الدولة، وبهي الحالة الدولة بتوجه له موضوع اسمه موضوع التجاوز، وهذا الشيخ يحاسب قانونا واثنين هيك ممكن يعزل من وظيفته. إبرام عقد زواج خارج المنظومة التركية، يعني عقد زواج عرفي كما يسمى، بيرتب عقوبة جزائية تصل سقف الأعلى إلى 6 أشهر حبس على منظم العقد سواء كان رجل دين أو أي رجل آخر أو حتى رجل قانون، وعلى طرفي العقد. حاولنا الحصول على تفسير من السلطات التركية، تواصلنا مع وزارتي العدل والأسرة، لكننا لم نحصل على رد منهم. نحن هلأ توصلنا من خلال هالاستبيانات مع السلطات التركية المسؤولة بدائرة الهجرة وللوالي إنه إيش ممكن نوصل لشيء، يعني نقول علاجي أو لتوعوي مو أكتر، ولكن يعني الزواج معروف في تركيا هو زواج مدني ولا يحق الزوج الثاني للتركي أو إلى حقوق رسمية لهم. هذا اللي قدرنا نوصل له بالنتيجة. ما بين الجهل بالقوانين والعوز تظل معاناة اللاجئات السوريات معلقة تنتظر تسوية عادلة لأوضاعهم. يعني هلا بالنسبة للزواج أنا ما بنفكر أبدا، تركي لا، يعني هلا بيرك عند أهلي هون بس أرتاح فترة يعني. إيه شغل ما بعرف، يعني مفكرة شوي إني أرجع أشتغل بس لحتى ألاقي الشغل المناسب، يعني إني أحسن أشتغله يعني.